احنا امبارح كنا بنتكلم عن كابتن ثابت البطل، النجم الكبير مع شادي محمد وابراهيم طبعا سعيد. فحضرتك كان ليك تعليق على فوجئنا النهارده على طول الخطيب بيزور اسره ثابت البطل. لا خليني اقول لك، هو كابتن خطيب على طول سباق في الحاجات دي يا اسلام، يمكن هو على طول لانه زميل ملعب وزميل اداره وزميل كل حاجه. لكن خليني اقول لك في البدايه، يعني ربنا يرحم الكابتن ثابت البطل. يمكن انا اتكلم عليه ابراهيم وشادي امبارح، انا سعيد جدا وانا اتعاملت معاه بشكل اساسي. على فكره من الشخصيات منظمه جدا، على بيحب النادي الاهلي، انسان يعني يتمناه اي مدير فني في العالم ان يشتغل مع الكابتن ثابت البطل. من الشخصيات المحترمه جدا، يهيئ لك كل حاجه. على فكره كان بيجي من بدري جدا، من الساعه 10 الصبح النادي، يمكن بيمشي اخر واحد جدا، بيمشي اخر واحد. لو قلت لك انه كان بيمشي مع العمال او بيقفل الباب مع العمال، فدي يمكن حاجه كان منجحها الكابتن ثابت البطل جدا. عملنا معاه بطولات كتيره جدا في قبل انا مسافر للنمسا، ربنا يرحمه. ويمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن كان في ناس بتقول في خلافات بين محمود ابو الدهب والكابتن ثابت، لا هي كان خلافات وجهات نظر وانا بحترمها. وعلى فكره الكابتن ثابت البطل لما مسك في ليبيا طلبني وانا بلعب في النادي المصري ان انا اروح ارجع العب معاه 6 شهور، واحترمته جدا. حتى كان الناس بتقول ان في، لا انا رحت زورته مريض ربنا يرحمه. فانا بقول لك من احسن المديرين الفنيين اللي انا شفتهم، المديرين الكره اللي انا شفتهم، حاجه محترمه ورحمه الله عليه. لكن اللفته اللي عملها كابتن خطيب طبعا هو بيعملها بحكم ان زميل ملعب، وحاجه محترمه جدا ان يزور اهله واسرته ويفكر الناس بيه. لا هي حاجه مهمه طبعًا. لان كمان احنا كنا لسه بقول لحضرتك بنتكلم عليها امبارح طبعا، بنتكلم ودايما احنا يعني بنتكلم في اسماء كده معينه داخل النادي الاهلي، سواء كانوا راحلين او متواجدين حاليين، ليهم قدر كبير طبعا من التكريم والتقدير والاحترام. زي ثابت البطل، زي كابتن طارق سليم، وكان ليا الشرف برضه ان انا تعاملت معاه، وزي من الموجودين دلوقتي حاليا كابتن اكرام. طبعا يمكن دي حاجه محترمه جدا يا اسلام، لان انت بتسلط الضوء على نجوم كبار جدا راحلين كان ليهم دور في الكره المصريه، سواء لاعب وسواء اداره. فانا بشكرك وبشكر اسره البرنامج على اللفته الجميله دي جدا، حاجه محترمه وحاجه جميله جدا. اتمنى انها تحصل مع كل الرموز في الانديه الاخرى، لان دي حاجه بامانه بتفكر الناس بيها، لان الكابتن ثابت يعتبر رمز من رموز النادي الاهلي. حاجه محترمه وحاجه كويسه جدا، وحاجه حببتنا في النادي الاهلي. وعلى فكره يمكن كان بيحببنا، يعني بيحمسنا بشكل كبير جدا. فطبعا انا بشكرك على اللفته، ودي ممكن تكون من اسباب ان، يعني مش عايز اقول ان كابتن خطيب راح عشان نتكلم، لكن هي دي ممكن تكون سبب من اسباب ان اتعرض امبارح، وان انت تجيب لعيبه اتعاملت مع الكابتن ثابت البطل. فدي حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه. وعلى فكره اي حد هيطلع يتكلم مع الكابتن ثابت مش هيلفظ لفظ وحش عليه، لانه هو فعلا شخصيه محترمه جدا وشخصيه. يعني انت حضرتك بتقول كنت مختلف معاه في فتره من كان الفترة. مختلف في في في, في الاحتراف. يعني انا كنت رافض. انت كنت عايز تحترف ولا هو اللي كان رافض؟ هو كان جاي لعرض احتراف وهو كان موافق، لان كان في لعيبه تطلع، يعني كان ابراهيم سعيد طالع، كان سامير كمونه موجود، كان عايز يخلص منك. لا هو كان عايز، لا هو قال لي فرصه كويسه. يمكن انا على فكره كان القرار بايدي. يعني يمكن انا طلبت قعده مع الكابتن ثابت صالح سليم الله يرحمه، يمكن اتبسطت جدا لما الراجل قال لي ده بيتك، حبيت تحترف احترف، حبيت تقعد ده بيتك وتحت امرك. ده الكابتن صالح اللي قالك ولا قال لي بنفس اللفظ كده؟ لا الكابتن صالح. صالح والراجل اقنعني بشكل كبير جدا، وكان عندي هدف ان انا احققه. لكن ما كانش عندي خلاف جدا في اللعب، لان انا الحمد لله كنت كل المديرين الفنيين اللي جت النادي الاهلي اسلام كان مقتنع بمحمود ابو الدهب، وانا كنت بتمرن وانا كنت بزود. وعلى فكره لما جه كمونه انا زودني اكتر، ان انا عندي اصرار اكتر ان انا ادوس وابقى في مكاني احسن. ولعبت انا وكمونه في الفتره دي، وابراهيم سعيد لعب في نص الملعب. فدي لكن احتراف عادي الاحتراف، او ان انا مشيت انا خدته في محض ارادتي الكامله. لكن طبعا وعلى فكره بعد ما مشيت ورجعت من النمسا ولعبت في النادي المصري، كابتن ثابت البطل طلبني ان انا ابقى موجود معاه في الفريق الليبي، كان بيلعب الاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي تقريبا. وقال لي انا عايزك لمده 6 شهور، كان على فكره الدوري موقوف في مصر، فقال لي انا عاوزك لمده 6 شهور تلعب معانا في الفريق
في فريق الاتحاد الليبي في افريقيا يعني. فيمكن النادي المصري ساعتها ما وافقش. انت قعدت قد ايه؟ كان في تيرول النمساوي؟ قعدت بالظبط سنتين وشهر. سنتين او شهر وشهر. طب ليه ما كملتش في الاحتراف كابتن؟ لا ما كملتش لان حصل بعض المضايقات بامانه. يمكن كنت انا ساعتها متزوج ففوجئت جدا. البلد اللي انا عايش فيها كان الانسبروك. يعني البلد دي بلد يعني المنطقه دي بلد جامعيه. فانا كان مراتي في الفتره دي كانت طالبه. فلما قدمت الباسبور القنصليه بتاعتهم هم افتكروا انها راح تدرس هناك يعني. فخلصت كل الاوراق حتى قلت لهم انا معامل عقد وعامل وعامل. فحتى قلت لهم انا عندي سكن عندي كذا وبلعب 3 سنين في نادي ترور. ففوجئت بالرفض في السفاره. فدي يمكن اثرت عليا بشكل كبير جدا يعني. يعني المدام السبب؟ لا هي ملهاش ذنب طبعا. لا بصراحه هي ملهاش ذنب. لكن هناك التعنت لان انت كنت بتاخد الفيزا من المانيا ما بتاخدهاش من النمسا. يعني بتاخد الاقامه بتاعتك من المانيا. فدي كانت يمكن من الاسباب ان انا حزنت جدا وحسيت باحباط شديد قوي. لان انا كنت متجوز اسلام ما فيش اسبوع وسافرت. فانا كان كل امل ان زوجتي تبقى موجوده معايا. لكن ما حصلش نصيب ورجعت. طب خلاص يعني الجواز هو اللي خلاص. الاحتراف. نطلع فاصل.